السلام عليكم. Hello my dear students, my dear viewers and my dear followers. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي ميجا جول 3. هنكمل مع بعض الباب الأخير إن شاء الله يونت 6. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم تكفون. وأهم شيء لما تدخل القناة ادخل على قائمة التشغيل لكل صف، صف أول، صف ثاني، صف ثالث، وحتى المتوسطة كمان. وإن شاء الله أبشركم بعد ما نخلص المنهج من الكتاب الطالب والنشاط بسوي حصص مراجعات ليلة الاختبار بإذن الله، مراجعة على كل باب منفصل لحاله، الباب الأول الثاني لين الباب الثالث، وعبارة عن تدريبات أسئلة، قواعد، كلمات، قراءة، كل شيء. وبإذن الله بإذن الله هتفيدكم جدا في الاختبارات الدورية والاختبارات منتصف الترم والاختبارات النهائية إن شاء الله بإذن الله. نقول بسم الله. Going green اللي هو عنوان الوحدة السادسة، الباب السادس والأخير. How green are you? Green هنا كلمة green معناها الحاجة الطبيعية الفريش. هنا يقول لك read the questionnaire، اقرأ questionnaire يعني استطلاع رأي أو استبيان. Write a definition، اكتب تعريف for go green. وش معنى go green؟ يعني خليك على طبيعتك، خليك صحي، خليك ايش، هنشوف. Write some ways a person can go green، واكتب بعض الطرق التي يستطيع المرء أن يكون green. تعالوا نشوف، اسمع. How green are you? How green are you? One. What do you do when you finish using your computer for the day? ماذا تفعل عندما تنتهي من انتهاء من قفل الكمبيوتر حقك آخر اليوم؟ A. I leave the computer on so that I don't have to wait for it to boot up the next morning. واحد يقول لك أنا بسيبه شغال لأن خلاص ما عندي وقت إن كل شوية أفتح واستنى. B. الثاني. I put the computer in sleep mode. بخلي الكمبيوتر على وضع تلاقيه sleep. C. I turn the computer off so it doesn't waste any energy at all. يقول لك أنا بقفله تماما عشان ما ياخد كهرباء زيادة. هذا 100% قحروب بيتحكم في الفاتورة. 2. When you go shopping, what kind of bag do you use for your groceries? الثاني هنا بيقول لك لما بتروح تتسوق ايش نوع الشنط او الحقائب اللي انت بتستخدمها في الجروسريز اللي هي المقاضي البقالة. مقاضي البقالة. تعال نشوف. A. I put all my groceries into double plastic bags. واحد بيقول بحطها في double plastic bags، أكياس بلاستيكية بس double، كيسين في بعض، كيس جوا كيس. B. الثاني. I put them into brown paper bags. واحد بيقول بحطهم في أكياس ورقية، الورق البني هذا حق الخبز. C. I wouldn't consider using anything but the reusable canvas bags that I bring with me. بقول أنا ما بفكر يعني نستخدم حاجة بس باخد معي أكياس من البيت عشان أعمل لها reusable، إعادة استخدام مرة ثانية بدل ما أرميها. تعال نشوف السؤال الثالث. إيش نوع الفواكه والخضار do you prefer eating، لو تفضل أكلها. 3. What kind of fruits and vegetables do you prefer eating? أيوة وإيش هي؟ A. I prefer eating fruits and vegetables that look perfect. I don't mind if pesticides were used to grow them. بقول باكل أي حاجة اللي شكلها حلو وكبيرة وحجمها كامل، وما يهمني إذا كانوا استخدم فيها مبيدات. ترجم مع بطل، ترجم يا بطلة. pesticides يعني المبيدات الحشرية. ما يهمني إذا كانت البيستسايدز هذه استخدمت عشان تنمو ولا لا. pesticides المبيدات الحشرية. تعال نشوف. B. وش قلت؟ I prefer to eat organic fruits and vegetables when عيني. possible. يا سيدي يا عيني، يقول لك أنا أفضل آكل الحاجات العضوية. organic يعني عضوي، يعني شيء ما تحط فيه لا كيماويات ولا مخصبات، كله عضوي في عضوي، يعني أشياء طبيعية سواء فواكه أو خضار إذا أمكن يعني الأمر. C. I prefer to eat organic fruits and vegetables that I've grown myself. يقول لك أنا أفضل آكل الحاجات العضوية اللي أنا زرعتها بنفسي. عندهم في بريطانيا خصوصا في الريف الإنجليزي يحطون حديقة كده قدام كل بيت يزرعون فيها الطماطم، الخس، الجزر، الخيار، البصل، الثوم. والله حماس ما شاء الله. طيب نيجي نمبر 4. What is the source of your drinking water throughout the day? وش مصدر؟ source يعني مصدر. drinking water يعني مياه الشرب حقتك خلال اليوم اللي بتشربها من وين يعني. A. I buy individual bottles of water and drink them throughout the day. بستخدم يعني زجاجات منفردة فردية. individual يعني فردي. bottles زجاجات الموية وبشربها خلال اليوم طول اليوم يعني. B. I buy one bottle of water and refill the bottle throughout the day. بشتري قارورة واحدة وبعد أعبيها كل يوم. هذا قعرود ده. C.
I fill a glass with water from a large reusable bottle throughout the day. سي يقول لك انا بعبي كاسة موية من قارورة او من زجاجة خلاص من قارورة موية صغيرة كده اوكي مستخدمة قبل كده يعني بقعد اعبيها واعبي في كاسة واشرب. 5. Do you recycle your garbage? A. A. Recycling takes too much. السؤال الخامس هل انت بتعيد استخدام او ريسايكل تعيد تدوير garbage اللي هي اكرمكم الله الزبالة حقتك؟ Much effort. I just throw all my garbage in the trash can. واحد بيقول يعني انا ما بهتم بالموضوع ده نهائي. ما ببذل فيه too much effort مجهود يعني لان الريسايكلينج اعادة التدوير جهد. انا بس برميها في الجاربج وخلاص في التراش كان اللي هي صندوق اكرمكم الله الزبالة وانتم بالكرامة. B. B. Sometimes I forget to recycle items, but I intend to get better about it. واحد بيقول أنا بنسى والله بس أنا ناوي أعمل كده يعني. C. C. I put all of my plastic, paper, glass, and metal garbage in recycling bins. ده واحد ده منظم ده بيحط حاجته البلاستيك، الورق، البيبر، والبلاستيك، والجلاس، والميتال، المعدن في الريسايكلينج بينز اللي هي علب أو السطل المخصص لموضوع الريسايكلينج ده. Number six. What would be your most important consideration when buying a car? إيش الحاجة اللي دائما بتخذها في اعتبارك important considerations يعني أمور تأخذها في الاعتبار عندما تشتري سيارة. A. A. I'd be most concerned with having a big, cool-looking car. أبغاها كبيرة وcool شكلها كده مرة cool يعني جذابة. B. B. I'd be most concerned with fuel efficiency. أنا بهتم بالسيارة اللي فيها الفيول إفشنسي كفاءة الوقود اللي هي ما تلوث البيئة. C. أجل كلمة إفشنسي معناها كفاءة. Cars are bad for the environment. I just use public transportation or my feet. واحد بيقول إن السيارات دي مضرة بالبيئة يا سلام والله معك فلوس هتجيبها يا أخوي. أنا بستخدم المواصلات العامة أو بمشي على رجولي. ما شاء الله تبارك الله. أوكي. 7. 7. How do you set your air conditioner on a hot day? كيف تضبط المكيف حقك في الأيام الحارة؟ A. أول واحد. I hate being hot. I turn the air conditioner up until the house almost feels cold. أنا بحطه على أعلى شيء في البيت عشان البيت يبقى دائما بارد لأنه بكره الجو الحار هذا الأول. B. B. I set the air conditioner at a comfortable temperature during the day and turn it down at night. بخفضه في الليل وبشغله. C. I set the air بخفضه في الليل خلاص وبشغله يعني على حاجه معتدله I see the comfortable يعني درجه حراره مريحه يعني مو مره بارده conditioner fairly low and dress in light clothing to keep cool بخليه fairly low يعني منخفض تماما وبلبس حاجات يعني خفيفه ملابس خفيفه عشان اكون جسمي بارد كده ومطري طراوه 8 Do you try to conserve water Do you try to conserve water تحافظ على الماء يعني A. I never think about water. I love taking long hot showers. أها. واحد بيقول أنا عمري ما فكرت في الموية. أنا أهم حاجة عندي أخذ شاورز في الأيام الحارة. Hot shower. B. I try to be aware of my water consumption. I take quick. واحد بيقول أنا بحاول إن أكون aware يعني على وعي باستهلاك الماء. Consumption يعني استهلاك. Showers and turn off the tap while I'm brushing my teeth. يعني بقفل هذا باخذ الشاور على السريع يعني ما يخلي المويه تنزل شغاله ساعتين ثلاثه وبيقفل التاب يعني البسبوز او الحنفيه اللي هي هذه الصنبور المياه وهو بيفرش اسنانه براشينج ماي تيث يعني ما يخليها مفتوحه وهي مفتوحه المويه حرام يا شيخ واللي بيحلق دقنه يقعد يحلق والمويه شغاله قدامه لا اوكي سي I try hard to conserve water I collect rainwater in a tank and use it for watering my garden. الله عليك. واحد بيقول بيحاول باجتهاد انه يكونزرف يحافظ على الماء ولذلك بيجمع موية المطر في تنكات خزانات موية ويستخدمها عشان يسقي بها الحديقة حقته. يا سلام هذا مرة رائع. Scoring. يلا give yourself one point. طبعا هو شوف عندك A و B و C. بالحسابات هيعرفك اذا كنت انت انسان جرين ولا مو جرين يعني تحافظ على البيئة. For each A answer. Give yourself two. يقول لك لو انت حطيت A تاخد درجة B درجتين C ثلاث درجات اجمع بقى انت حطيت ايش وايش وايش وشوف نفسك لو 8 درجات انت انسان light shade of green
ترايتول يعني مرة زفت، يعني مرة ما تحافظ على البيئة. لو من 9 ل 16 انت ميديوم جرين يعني، ها شوية شوية لازم تبذل شوية مجهود برضه. عشان لو انت بقى من 17 24 يبقى انت ديبست جرين، يعني your actions make a big difference، يعني انت كل تصرفاتك بتحدث تغيير في البيئة، تغيير للأحسن طبعا. Congratulations، تهانينا لك، and keep up the good work. Points for each B answer. Give yourself 3 points for each C answer. 8 points. You are a very light. You are me the deepest green. Your action work. Okay. نشوف الدرس صفحة 83. Quick check. Number one. You're like, it's freezing in here. Why is that? الجو هنا متبرد يا أخي، ليش هذا عمله على الأخير على الهاي؟ الاير كونديشنر اللي هو المكيف. نمبر 2 يقول لك half of the half، مو half half، لأن ما تتنطق. نصف المعدل للفاميليز انرجي كونسامبشن، استهلاك طاقة للعائلة، يستخدم للتسخين تدفئة والتبريد at their homes. Farmers use، الفلاحين أو المزارعين بيستخدموا البيستسايدز اللي هي البيستسايدز اللي هي قلنا المبيدات الحشرية بيستسايدز. وستوب باجز، باجز اللي هي الحشرات اللي هي الكراد والحاجات اللي بتاكل الزرع وتموته. And weeds from killing their crops. Number four. Space food is produced entirely without chemicals. اللي هو الأورجانيك، الطعام العضوي، الغذاء العضوي بيستخدم بينتج بالكامل من غير مواد كيميائية. Number five, pollution is the space of many environmental problems. The source, مصدر التلوث هو مصدر جميع المشاكل البيئية. When the cost، عندما تكون التكلفة، أو في electricity، والله الفاتورة جاتني اليوم الله يستر. Electricity increases، بتزيد الفاتورة أو التكلفة. People are more likely to space energy. الناس لازم إن هم مطلوب منهم احتمال يعني أكثر وأكثر يحافظوا على الطاقة. تمام. نيجي الاكسرسايز بي، اسئله عباره عن 5 اسئله. يقول لك اذكر نيم تو ويز، يعني طريقتين تحافظ بيها على المويه. طبعا تقدر تجمع كولكت رين ووتر، في جده طبعا صعبه شويه لانه ما في ووتر، ما في رين نادرا. نوت ليف ذا ووتر رانينج، لا تسيب السنبور مفتوح البسبوس. تيك كويك شاورز، خد شاور على السريع. ايش الحاجه سمثينج جرين لو انت اشتريتها اللي هي فيول افشنسي في السياره، يعني يكون كفاءه الوقود فيها كفاءه طيبه ما تطلع دخان. What materials، ايش المعادن اللي بتستخدمها في recycled، عادة التدوير، plastic, paper, glass and metal. How can farmers make fruits، كيف المزارعين يسووا الفواكه والخضار يخلوها perfect، ان هم they can use pesticides، بيستخدموا اللي هي المبيدات الحشرية عشان يخلوها تمام. يعني اسوأ طريقة، what's the worst way to bring home your groceries، طبعا في plastic bags، في الاكياس البلاستيكية. وقف الشاشة واكتب على مهلك. كده خلصنا 83. نيجي صفحة 84 اللي هي القواعد أو الجرامر. اوكي. نشوف هنا مع بعض. Gerunds after verbs. قاعدة الجيرند يعني الفعل آخره أي إن جي. متى نحط فعل آخره أي إن جي بعد الأفعال؟ هذه طال عمرك حفظ، قاعدة حفظ ترى. إن في أفعال يجي بعد الأي إن جي لازم تحفظها. طيب؟ مثلا زي ريكومند وزي انجوي، شفت ريكومند وانجوي بعد ما ينجي وانت مغمض، احفظ بقى دول كده حفظ يا بطل هدول لو سمحت. حفظ اكثر 3 حروف يكرهها الطالب، ح ف ظ، حفظ. اوكي بالانجليزي ميمورايزنج. خد عندك ادفايس، ينصح، بيجن يبدا، كانت ستاند لا يطيق، مو لا يوك، ما ينفع لا الترجمه، لا يقف ما ينفع. Can't stand my take. Consider، يأخذ في اعتباره. Continue، يستمر. Enjoy، يستمتع. Finish، يخلص. Go، يذهب. Hate، يكره. Imagine، يتخيل. Intend، ينوي. Keep، يحتفظ أو يظل. Like، يحب أو يعشق. Love، يعشق. Prefer، يفضل. Quit، يترك أو يذهب. Recommend، يرشح أو ينصح. Recommend. Start، يبدأ. Stop، يوقف. Suggest، يقترح. هذول كده بعدهم كلهم، كلهم كده لو شفتهم بعدهم I N G، بعدهم الفعل آخر N G، مو هم نفسهم. فهمت علي كيف؟
شوفوا فيها بدل. في افعال ثانيه بيجي بعدها infinitive. وش يعني infinitive؟ يعني الفعل مصدر من غير اضافه، واحيانا يجي تو زائد المصدر. Don't forget to، وهذه to reuse. Intend to buy، يبقى forget ينسى، وينوي تاخذ بعدها تو المصدر. Agree يوافق. هذول كلهم بعدهم تو المصدر. Agree يوافق. Ask يطلب او يسال. طلع عليها نجمه اللي تنفع الاثنين، هنشوف دحين. Attempt يحاول، begin يبدا، can't stand ما يطيق. شوف افعال مشتركه، انتبه. Continue يستمر، decide يقرر، expect يتوقع، forget ينسى، hate يكره، intend ينوي، learn يتعلم، like يعجب، love يحب، need يحتاج، offer يعرض، plan يخطط، prefer يفضل، promise يوعد، remember يتذكر، start يبدأ، try يحاول، want يبغى أو يريد. هذول طول العمر والسلامة بعدهم to المصدر. أوكي، بقول لك الأفعال اللي عليها نجمة دي ينفع الاثنين. Object before the infinitive، المفعول به يجي أحيانا قبل المصدر. They wanted to plant a garden، يبون إيش؟ يزرعون حديقة. They want us to plant a garden، يبون مننا نزرع حديقة. أوكي، لحظة يا شباب، تخلي بالكم من القاعدة كويس. طيب يا شباب، نخلي بالنا من القواعد دي تتحفظ، الأفعال تتحفظ، مالها قاعدة فهم، هذه حفظ. طيب الاختيارات، do you want، هنا want بيجي بعدها هو المصدر، يبقى do you want to have، هذه to have. اللي بعدها number two هتحط، يقول لك I suggest، suggest بيجي بعدها ing، suggest giving. كيف عرفت يا أستاذ من suggest يا حبيبي؟ حفظتها، أنت حفظها، اللي بيجي بعدها ing، want بعدها to المصدر. number three ينفع الاثنين طرف. number three انتبه، يعني هنا يقول لك do you hate throwing أو do you hate to throw. number four تاخد فيها ing بس، ليش؟ عشان قبلها كلمة consider، خص في اعتبارك اعطاء الملابس. quit، quit using، توقف عن استخدام. disposable batteries، يعني البطاريات دي تستخدمها مرة تانية. number five، خلاص. number six begin ing using، عفوا الاثنين لازم، سوري لازم الاثنين. number seven to buy، learn to buy، تعلم ان تشتري. number eight attempt to buy، برضو يحاول ان يشتري. number nine learn، برضو to avoid مكررة هنا. number ten taking، لان قبلها avoid تجنب اخذ كذا. number 11 11 تنفع الاثنين طال عمرك. start من الافعال اللي ينفع فيها تو المصدر ولا ing. number 12 buying ing بس. number 13 keep reusing، reusing اعاده استخدام. كده خلصنا صفحه 84. نيجي لصفحه 85، الباب السادس. الباب السادس هنا يقول لك استخدم وي بلان، هنا يقول لك حط الفعل بلان، بيقول لك نحن سوف set the air condition، وي بلان تو set. هنا استخدم prefer، I prefer reading، أفضل قراءة ing. Aria thinks، حط recommend، تقول Aria recommends printing، printing طباعة. number 4 I can't believe، حط keep، I can't believe I keep leaving. هنا حط enjoy، gardening is I enjoy gardening، أنا استمتع بالشغل الحديقة. keep we should keep finding، واضح يا شباب؟ كده احنا خلصنا صفحة 85 كاملة. نيجي لصفحة 86، الدرس اللي بعده 86 و87، دي محادثة عن موضوع الريسايكلينج. الصورة مختلفة أيوة أدري، ولكن نفس المحتوى، جاسم وإبراهيم. تعالوا نشوف a hassle، كلمة a hassle يعني شيء inconvenient، تو شيء غير مناسب للعقل انك تعمله او تسويه. I guess يعني اخمن، يعني an understand an enthusiastic يعني طريقة غير محمسة للموافقة مع شخص ما. I guess يعني ماشي، افترض ذلك. an enthusiastic يعني طريقة غير محمسة، يعني ما انت موافق بالمرة على كلام واحد. no brainer، كلمة no brainer معناها ده سؤال او مشكلة. خلاص that has an obvious answer or solution، يعني سؤال او مشكله لها حل واضح وصريح. no brainer يعني خلاص ما حل قطعي.
تشك، كلمة تشك مش معناها throw out يعني يرمي الشيء يتخلص منه. كلمة lame، lame يعني كلمة bad، تساوي bad يعني سيء أو inadequate. أوكي inadequate يعني غير مناسب. A piece of cake يعني معناها very easy، مو قطعة كيك، معناها شيء سهل يعني. تعالوا نسمع المحادثة. That was a great garden barbecue, but there are soda cans everywhere. I'll help you clean up. هم سووا باربيكيو على حفل شواء، وبعد كده بقول له أخي القوارير حقت الصودا في كل مكان، قال له أنا هنظف هنظف ما عليك. Where do you keep your recycling bins? Nowhere. قال له أنت عندك recycling bin يعني اللي هي السطل حق هذا، فإيش قال له؟ Okay guys، هنكمل مع بعض الدرس. We don't recycle. You don't recycle? Why not? I don't know. زعل منه. It's just always seemed like it would be a يقول له احنا ما بنسوي ريسايكل. قال له ليش؟ Hassle. Don't you think it would be a good idea to make the effort? I guess I do feel kind of guilty about it. But then again, does it really make that much of a difference? Are you kidding? Recycling reduces energy consumption, lessens air and water pollution, and saves landfill space. It's a no-brainer. I just don't have the patience. بقول له يا أخي الريسايكلينج ده شيء بيوفر للبيئة ويحافظ على البيئة. قال له ما عندي صبر patience. It seems like a lot of extra work. It's so ده عمل زيادة يا شيخ. Much easier to just chuck everything in the garbage than to sort it by material for recycling. That's a lame excuse. Lame recycling excuse. Is a piece يعني of يعني عذر مرة سيء يعني عذر أقبح من ذنب. Cake. It becomes automatic before you know it. I suppose you're right. Okay, okay, I'll start to recycle. Great. Hey, why are you throwing that can in the garbage? Whoops. Old habits are hard to break. بقول له انا عندي عادة سيئة، العادات القديمة صعب انك تبطلها يعني. بيرمي القوارير حقته في الحديقة. Okay. ترجمنا المعاني هذه الأسئلة. How does the subject of recycling come up? عملية الريسايكلينج. جاسمين إبراهيم الكلينينج أب أفتر بدأت إزاي؟ بينظفوا بعد حفل الشواء، اكتشف إن القوارير حقت الصودا في كل مكان. What are some reasons؟ إيش الأسباب اللي جاسم يعني بيعطيها للريسايكلينج؟ بيقولوا الريسايكلينج يقلل reduce energy consumption استخدام الطاقة، ويقلل من الـ air and water pollution تلوث الماء والهواء، وبيحافظ على الأرض أراضي الزراعية. الثاني قال أوبس ليش في نهاية المحادثة؟ لأن إبراهيم عن طريق الصدفة accidentally رمى قارورة رماها كده في البتاع بدل ما يسوي لها recycling يعني. نجي هنا true or false. اسمع. Did you know that it takes 1 million years for a glass bottle to decompose? This is not surprising. طبعا الأولى كده false خطأ. الإجابة 1 million years، مليون سنة عشان اللي هي تكمبوست تتحلل او تنهار ابيض، مليون سنه. When you consider that glass is made mostly from silica, which is basically sand, think of how long the average beach lasts. Yet tons of glass bottles and jars are simply اجل القاروره مصنوعه اساسا من ماده اللي هي الرمل، ساند اللي هو السيليكون يعني موجود في الرمل. Thrown away each year. This is completely unnecessary as glass is 100% recyclable. قال the process of recycling glass is 100% هنا not 100% اجل false. It's quite simple. After recycle bins of glass are collected, they are taken to a recycling facility where the glass is separated by color. هنا بيقول لك الزجاج عشان تعمله ريسايكل بيفصل بالمقاس، هنا لا في المحادثه قال باللون بالكالر. شوف التصحيح اهو separated by color باللون. اسمع. The glass is then cleaned and crushed. The crushed glass is called cullet. The cullet is طيب الكراشد جلاس بيسموه cullet اللي هي القزاز المكسور. طبعا الاجابه صحيحه. Shipped to a manufacturer who melts it at temperatures of about 2,700 degrees Fahrenheit or يقول لك درجة الحرارة المصانع عشان تذوب الزجاج 500، لا ده أكتر بكثير. شوف كم درجة الحرارة 1500 درجة سيليزيوس. يا الله 1,500 degrees Celsius, Celsius to form liquid glass. This liquid is then poured into molds in the shape of glass containers.
بيقول لك ان هو is poured يعني يصب into molds في يعني زي حاويات كبيرة او احواض كبيرة. طبعا الاجابة صحيحة. This simple process conserves both energy and natural resources and produces far less pollutants than manufacturing glass from all new materials. Consider these statistics. The water normally required in the manufacturing process. So the next time you consider throwing a bottle of soda in the trash, think again. The glass containing your soda today could be the glass containing your salad dressing next month. If we want to live on a healthier planet, we need to recycle the materials we consume. نعمل recycle the materials لأن هذا بتحافظ على البيئة. طبعا الإجابة الأخيرة false. Glass produced from recycled materials reduces related air pollution ب 50% بس. لا اسمع كده. مو 50% 20% pollution by 50%. والموية بتبقى 50% لتلوث الماء. أوكي. شوف اللي بعدها ده pronunciation النطق. لما تيجي تنطق the meaningful phrases يعني العبارات اللي لها معنى دايما بتكون grammatically أو grammatical phrase such as relative clauses and noun verb اللي هي ضمائر الوصل والأسماء والأفعال وحروف الجر بتكون slight pause between thought groups. Listen, اسمع. It takes 1 million years for a glass bottle to decompose. شوف قال زي it takes 1 million شد أو على 1 million year. The process of recycling glass is quite simple. This simple process conserves both energy and natural resources. Recycling one glass bottle saves enough energy to light a 100 watt bulb for 4 hours. Okay. نشوف هنا كلمة relying. وش معناها relying؟ معناها يا طويل العمر depending on يعني يعتمد على relying يعتمد على depending on. احفظ بالانجليزي طال عمرك relying depending on. طيب utility. utility معناها basic services الخدمات او المساعدات الاساسية اللي تمد بواسطة شركة او مؤسسة مثل الكهرباء والموية والطاقة. utility الخدمات الاساسية. bold. bold معناها strong and courageous قوي وشجاع. bold. من زمان واحنا صغار نتفرج على فيلم على مسلسل امريكي اسمه Bold and Beautiful الجريء والجميلات. اوكي. committed. committed يعني dedicated يعني ارتكب. dedicated. perspective. perspective هذه perspective a way of seeing something طريقة رؤيتك للشيء يعني حكمك على الشيء. harsh كلمة هرش يعني حاجة فيها قوة أو شدة أو صلابة. هرش شوف حاجة صعبة. شوف سيفر أور ديفيكولت يقول لك الاختبار كان مرة هرش صعب. انورموس يعني هائل أو ضخم. انورموس كبير ضخم هائل. اكستريملي لارج يعني حجم كبير جدا شيء. ساكريفايس يعني يضحي. ساكريفايس يضحي معناها لوز أوف سمثينج نفقد شيء ما فور أ سبيسيفيك بيربس من أجل هدف معين اللي هي التضحية. كده خلصنا صفحة 87. اوكي. الحين صفحة 88 living off the grid. هذا عنوان الوحدة. عنوان الدرس reading قراءة. عن يعني استهلاك الرياح طاقة الرياح wind blows to make electricity. قطعة طويلة وبعدها اسئلة في صفحة 89. هذه اجابات الاسئلة. عندك 6 اسئلة وجدول. تحت الجدول لو حد طلبوا منك عيوني لك بظبطه لك ان شاء الله. هذه اجابات الجدول. تكبر الصفحه شويه. اجابات عفوا الاسئله اللي موجوده في صفحه 89 يا اخوان. هذه اجابات صفحه 89. الاسئله 6 اسئله تحت القطعه. تحت جدول لو سبيكينج لو طلب منك واجب او شيء علموني بس في التعليقات في الكومنتس وانا بظبط لكم الدنيا ان شاء الله باذن الله. اوكي خلاص كده. نيجي لصفحه 90 طال عمرك. هذه الكتابة writing يعني going green writing يقول لك علق على الباراجرافات اللي فاتت. وهذه الإجابات صفحة 90 كتب لك قطعة ويقول لك علق عليها. تمام. صفحة 91
برضو الجدول ده ما في إجابات له. إن شاء الله لو طلب منكم هوم وورك واجب بس توصلوا بس اليونت 6 وأنا تحت أمرك إن شاء الله. نيجي صفحة 92 بيراجع على القواعد زي ما أنت شايف. Present simple طبعا رجعناه كتير، اللي هو الفعل مع المفرد نحط اس في آخره ومع الجمع نحط الفعل بدون اس، وبننفيه بdon't أو doesn't، وبنسأل بdo أو does. بعد كده بيفرق بينه وبين المضارع المستمر ابو ام واز وار والفعل اخر واي ان جي. الكلام ده كنت اتشرح يا جماعه، كل ده مشروح في الفيديوهات السابقه. ادخل بس على قوائم التشغيل حقت ميجا جول 3 وانت ستجد كل شيء مشروح بالترتيب. شوف هنا الفرق بين هنا بيرمننت وهنا تمبرري. بيرمننت ترجم معاها يعني دائم، وهنا تمبرري مؤقت. المضارع البسيط للمواقف الدائمه، المستمر للمؤقته. اوكي، جون ليفز ان كويبيك، على طول عايش في كويبيك ما يسيبها. But he is studying in France this year، مؤقتا في فرنسا بيدرس. في مصطلحات خاصة بالمضارع زي currently، these days، at present، now. وبعد كده تحت الجمل احنا رايحين صفحة 92. يلا الجمل اللي بتاخد ING او ما بتاخد ING على حسب نوع الجملة، مضارع بسيط او مضارع مستمر. اوكي، هذه صفحة 92 أسفل شيء فيها خالص. صفحة 93 الكونديشنال سنتنس، قاعدة اف في الحالة الأولى والثانية. في حالات الفاكت اللي هو زيرو كونديشن بتكون اف بعدها الزمانين المضارع يا شباب. بريزنت سيمبل، بريزنت سيمبل، ما يبقى فيها لا ويل ولا وود ولا يحزنون. If you put water in freezer، لو حطيت الموية في المجمد أو الفريزر هتتجمد. It becomes، ما يقول لك it will become. If you cook an egg in the microwave it explodes، لو حطيت البيضة في المايكرويف تنفجر، ما تتحمل، ما تتسلق، لا تنفجر. أما الفيوتشر بقى فيها شرط، إف بيجي بعدها مضارع، الثاني ويل والمصدر. إف بعدها مضارع، بريزنت سيمبل، جوينج تو والمصدر يعني المستقبل عموما. وأحيانا تستخدم مي أو مايت لو كان معنى الجملة فيها تنبؤ أو احتمال زي ما أنت شايف كده. قاعدة وود راذر بيجي بعدها الفعل مصدر. أوكي، I would rather to talk about preferences. Would you rather go، هل شوف rather بيجي بعدها الفعل من غير إضافة go، لا to ولا ing ولا s. I'd rather go، انتبه لقاعدة rather عشان تيجي في الاختبار لازم هيجيك يقول لك would rather ويحط لك اختيارات going ولا goes ولا went ولا gone ولا go، تختار go. هذه على قاعدة if، if you heat water. يلا صفحة 93 هذه قاعدة if كلها. اللي تحتها ده نشاط المفروض انك بتسويه مع أحد زميلك في الحصة أو في الفصل. صفحة 94 94 اللي هو البروجكت المشروع ما انكتب لو طلب منكم بنسويه ما عندكم مشكله. و95 بتكون سيلف اللي هو الاستطلاع الرأي، تقول انت فهمت ولا ما فهمت. اوكي طيب، الاكسبانشن المراجعه النهائيه صفحه 96 لين اخر الكتاب اهي. هذه صفحه 96 على 4 و2. He bought a gift for، اعطى الهديه لكل متنافس. gift two each، هنا gift two، then he gave a gift to each contestant. هنا thermostat for me، lower يعني وطي الثرموستات شوية من أجلي يا أخي. to me أعطينا هذا ليا، خلي بالنا من الجمل حقت four و two. هنا واضح معايا الكتابة. My friend told a great joke to me. Groceries. تمام. وهنا الست جمل اللي تحت فيهم إجاباتهم اللي هي قاعدة subjunctive. It's essential that you take. Supports of organic farming suggests that farmers not use. شوف farmers not use، ما تقول don't use. Okay. Brush your teeth. The viewers requested that. نيجي لصفحة 97 يلا. حط want، بقول لك a dentist to a patient. I want you to floss every day. مغمض يعني، مضمض floss. شوف كيف؟ يعني هذه النصائح اللي بيقولها واحد للثاني. طبيب الأسنان للمريض، المعالج للزبون أو للعميل. lawyer to witness، المحامي يقولها للشاهد. بعد كده جالك اختيارات، enjoy بيجي بعدها الفعل اخر ing، agree to المصدر.
decide to المصدر quit ing plan to المصدر avoid ing start ينفع الاثنين stop ing need to المصدر keep ing واضح كده؟ هذه الجمل اللي بعدها تسوي جمل الصورة مختلفة أدري ولكن الكلام واحد يقول لك سوي جمل على الأفعال هذه طيب صفحة 98 قطعة وعليها أسئلة هذه القطعة 98 صفحة 99 الأسئلة يلا هذه الإجابات جاوب يا بطل represents يقدم mourning يعني الحزن in mourning after the friend died لأن صاحبه مات tendency vibrant اوكي واللي بعدها اسئله عامه على القطعه صفحه 99 دحين احنا وهذه الدسكشن لو طلبت منك واجب اوكي نيجي لصفحه 100 language plus I was caught caught red handed يعني تم القبض عليه متلبس number 1 green some يعني الابهام الاخضر sword I sort, okay. تمام. I saw red, saw red. يعني خلاص فقد الأمر ذات my permission and then lost it. I saw red. طيب. Saw red يعني مرة غاضب يعني. Saw red يعني وجهه أحمر من الغضب. هنا rolled out of the red carpet اللي هو السجادة الحمراء اللي تحط لل VIP guests flying colors green with envy يحسد هذا green with envy يعني يحسد لما وجهه صار أخضر من كثر الحسد الحسد خلى وجهه أخضر يا ساتر احنا عندنا خلى وجهه أسود هذا writing صفحة 100 خلاص 101 لو فيها شيء انكتب إجابات ما فيها كده الحمد لله شباب احنا خلصنا كتاب ميجا جول 3 وأبشركم وأوعدكم إن شاء الله أول ما بنخلص كتاب النشاط ممكن اليوم أو بكرة هنبدأ بعد كده نسيبكم كده أسبوع تذاكروا براحتكم ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم مراجعات على كل باب لحاله فيديو عن كل باب مراجعة باب الأول الثاني الثالث الرابع السادس وأبواب مجمعة واختبارات إن شاء الله أسئلة مفيدة جدا وتدريبات على الكتاب بالكامل إن شاء الله ما بيخرج منها أي اختبار بإذن الله تعالى نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم في حفظ الله